حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم مع حلقة جديدة من برنامجنا. القفص الذهبي مغلق أمام الكثير من الراغبين بالزواج، عنوان مقال ملفت منشور على جدار أحد الصحف العربية، حيث يعاني الكثير من الشباب اليوم حين يفكرون في الإقبال على الزواج ابتداء من غلاء المهور وانتهاء بفقرات العرس في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة في العراق. في هذا يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي الأديب الكبير والمشهور: حين يفسد الناس لا يكون الاعتبار فيهم إلا بالمال، إذ تنزل قيمتهم الإنسانية ويبقى المال هو وحده الصالح الذي لا تتغير قيمته، فإذا صلحوا كان الاعتبار فيهم بأخلاقهم ونفوسهم، إذ تنحط قيمة المال في الاعتبار فلا يغلب على الأخلاق شيء. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لطالب الزواج: التمس ولو خاتما من حديد، يريد بذلك نفي المادية عن الزواج وإحياء الروحية فيه. تتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أرقام خيالية للمهور، الأمر أصبح أشبه بمباراة بين طرفين، ويرى بعض الباحثين بأن تكاليف الزواج لشاب في مقتبل مشواره أصبحت كابوساً عميقاً ومرعب لمن أراد أن يتزوج. إذن نحن اليوم أمام باب خطير ينذر بتفتيت متأني للعلاقات الإنسانية وإماتة بطيئة للأواصر المجتمعية التي تنفخ فيها الشرائع روح السمو والرفعة، ثم لا تلبث تكاليف الحياة كما ذكرت في هذه الإحصاءات والتقارير المجتمعية أن تزري بهذه الحياة وتجعلها رهينة المكسب والعائد والربح. بهذا سنقف أمام مفاسد كثيرة وأخطار اجتماعية كبيرة وفادحة لها أول وليس لها آخر، وتكاليف الزواج أصبحت مشكلة يدفع ثمنها الأجيال. اليوم سنفتح باب الحوار حول تكاليف الزواج ونفهم تأثيراتها على الواقع وعلى المجتمع. خلوكم معنا نشوف رأي الشارع ونرجع لكم. ما هي تأثيرات تكاليف الزواج عند الشباب؟ والله يا أخي يعني تكاليف الزواج صارت عبء، أغلب الشباب يعني تعفست ظروف البلد، لاكو وظائف، لاكو فرص عمل أن يشتغل، وحتى إذا أكو فرص عمل أن يشتغل بس بالأعمال الحرة رزق ضعيف، يعني هذا أمور بلد. ومتطلبات الحياة يعني كان في فوقتنا أن لاكو قاعة أعراس ولاكو عزايم ولاكو محفش ولاكو أمور غالية، يعني كان كلته بالبيت على البركة، مهور قليلة، والله سبحانه وتعالى يعني بالمهور القليل الله سبحانه وتعالى يبارك بالزواج. ما مثل هسه انت مثلا هالقد ذهب وهالقد معفيش، واكو بعض عالم الحمد لله يعني تستاهل، واكو عالم مثلا اللي بيت بوحده يعني يدقون الباب على بيت الشيش، عنده وظيفة لا ما عنده وظيفة، اذا ما عنده وظيفة ما يفوتوا على البيت، وإذا قاعد ببيت أولاد البيت بوحده زين، إذا هو شباب مقتبل عمره مين يروح يجيب البيت؟ هو أبو البنت هو اللي من الزوج ما زوج بيت أهله، البنت يجي طلع بيت بوحده زين، هي البنت طلعت بيت بوحده دبر أمور بيته، إذا ما مع الحمية وتستشيره وتعمله وتتعلم الحمية ما يصير عنده فلوس يبقى تطلع، ما من بعدها قدات عمره 17 20 سنه يضي البيت بوحده، زي تعلم الطبخ هذا يجيها ولا رد. ما يصير، لازم تعلم من الحميه. ما هي تاثيرات تكاليف الزواج عند الشباب؟ اكو مشكله، هي مشكله عزوف الشباب عن الزواج. نعم، المشكلة لجزء من الأمة اللي هم الشباب اللي هم مستقبل الأمة اللي هم، فحل المشكلة ما بأمور فردية، حل رعوي،
يعني تحتاج دولة ترعاهم. أول شيء توفر لهم أعمال لعاطلة العمل، تعطيهم قروض بدون فوائد لتحقيق المصلحة. الشباب ثروة الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا خيرا بالشباب، الشباب الأمة تنهض شبابها، أما إذا شبابها داحوا هي داحت. أمتنا قيمتها بالشباب. فموضوع الزواج هو جزء من أحد مشاكل هاي الأمة اللي يراد لها رعاية، يراد لها رعاية. جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبرك الصداق أيسره. اليوم مع تكاليف الزواج كيف نفعل هذا الحديث الشريف؟ كيف نثقف الأوساط المجتمعية على تفعيل هذا الحديث وعلى تكييفه في مجتمعاتنا؟ ما هي نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه القضية بنظرة متزنة؟ كيف تتعامل الشريعة مع تكاليف الزواج؟ هل تتعامل معها بالسقف العالي أم عفوا بالسقف النازل، أم أنها تكون الوسط في إدارة هذه العملية التي ستنتج والتي ستكون أسرة مطمئنة فيما بعد؟ تعالوا معنا لنذهب إلى ضيفي الكريم الدكتور رائد هداف المولى ونتعامل مع هذه القضية بالحوار وبالمثاقفة والمناقشة. مرحبا بكم أحبتي المشاهدين الكرام. بالتأكيد تكاليف الزواج تشغل أذهان الشباب، واليوم أصبحت عائقا أمام الإقبال على مشروع الحياة الذي هو مشروع الزواج. ضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور رائد هداف المولى، عضو مجلس علماء العراق والمحاضر في كلية العلوم الإسلامية. حياكم الله دكتور. مرحبا بك أستاذ محمد. حياكم الله، سعداء جدا بتواجدك معنا ضمن هذا المحور، محور تكاليف الزواج. دكتور، اليوم تكاليف الزواج أصبحت يعني ناقص خطر أمام إقبال الشباب على الزواج وعلى هذا المشروع. بداية يعني ما هو مقصد النكاح في الإسلام؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونثني بالشكر لجنابكم الكريم لاستضافتنا في هذه الحلقة الطيبة من بين قوسين البرنامج الرائع. شكرا. ونثني بالشكر لقناة الموصلية الفضائية وما خلف الكاميرات من الشباب للجهد المتواصل في بث الوعي في المجتمع من الناحية الشرعية والناحية العلمية والناحية الأكاديمية، فجزاهم الله خير وجزاكم جميعا. شكرا لكم دكتور. بدءا نقول أن الزواج فطرة إنسانية فطر الله سبحانه وتعالى عليها الناس، وهي حاجة بشرية. نعم. لإيجاد الجنس البشري وتنويع الجنس البشري وقوة الجنس البشري. فضلاً عن ذلك هو آية من آيات الله عز وجل، فالله عز وجل يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، حتى تستمر هذه الآصرة، آصرة الجنس البشري والنوع الإنساني، تستمر هذه الآصرة. أوجد الله تبارك وتعالى الزواج، وأوجد الله تبارك وتعالى النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكحوا الودود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن للأسف نقول مثل ما تفضلت جنابك في بداية الكلام أن هنالك يعني بعض المعوقات، بعض التكاليف، بعض العقبات التي تحصل أمام الشاب سواء كان أو الشابة، على عكس ما أراد من مقصد الشرع الحنيف في التكاثر والتناكح، أن تذلل الأمور، تيسر الأمور، تسهل الأمور. جميل. مقابيل الشاب، مقابيل الشابة، حتى في سبيل أنه يكثر، تكثر الأسر المسلمة، تكثر العلاقات الاجتماعية الطيبة بين العشائر، بين الأسر، أصبح هنالك العكس، أصبحت عائق كبير جدا. يعني الآن الشاب مباشرة
مجرد أن يفكر في قضية يعني الزواج لا يفكر في أن يلقى العائلة الطيبة المرأة الصالحة، يفكر مباشرة كم سأعطي مهر، كم سأشتري الذهب، كم سأشتري التجهيزات، ما هي القاعة المناسبة، ما هي يعني حقيقة أصبح راح يصير عنده يأس بالتأكيد، يصير عنده قنوط، لهذا أصبح عزوف. يعني الآن نصبح هنالك عزوبية كبيرة، نعم، وبأعمار متقدمة، يعني صح، عمره 35 عمره 40، وكذلك البنت. يعني احنا ما عندنا توازن دكتور محمد، نعم، ما بين بنات وشباب متأخرين في السن وغير متزوجين وغير متزوجات بسبب أسباب كثيرة جدا، إما أنه ما جاتها قسمة، نعم، هي جاتها قسمة ولكن بسبب العوائق اللي توضع، أو بسبب أنه أريد أكمل دراسة. نعم الدراسة موجودة وواجبة شرعية وواجبة مجتمعية وكذا، ولكن هذه ما عائق من، نعم، عوائق الزواج. تأكيد أنه أتزوج وأكمل دراستي، أكمل الماجستير، أكمل الدكتوراه، أصير محاضرة، أصير معيدة، أصير معلمة، أصير مدرسة، هذا ما عائق أنه تكونين أسرة وتكونين بيت وتكونين مجتمع. اليوم للأسف يعني بسبب العنوسة اللي حصلت في هذا المجتمع، نعم، يعني أصبحت ما عندها فد شيء تملأ فراغها العانس، نعم، ما عندها أسرة، ما عندها أطفال، ما عندها زوج تنتظره يعود من العمل حتى تهيئ له البيت، فأقنعت نفسها بأنه هي هذه الحياة اللي أنا لازم أعيشها. إذن دكتور يعني الآن نريد يعني حقيقة نتحاور في قضية كلش مهمة، ماذا يعني هذه التكاليف إلى ماذا تؤول؟ نعم، أولا مثل ما تفضلت، مثل ما قلت لك، أنه تؤول إلى العنوسة في المجتمع. نعم، هناك اليوم عندنا نسبة 60% عنوسة في العراق. نعم، يعني هذا إشكالية خطيرة، خطر يعني. وبالمقابل دكتور، حتى لا تغيب عني هذه المسألة، الزواج المبكر كذلك غير مطلوب. فإحنا ما عندنا توازن. نعم، فإما أن يزوجوا مبكرين 13 سنة 12 سنة والولد 15 و16، نعم، وبعد أشهر تحصل المشاكل وهذه محاكمنا، تفتح أبواب المحاكم، قاعات المحاكم تشهد بالطلاقات وبالمشاكل، وعلى أيسر الأمور وأتفه الأسباب. عفوا لأنه دكتور، لأنه ما فقه معنى الزواج، نعم، ما فقه معنى تكوين أسرة، ما فقه معنى تكوين عائلة، وبالمقابل عندنا مسألة العنوسة، نعم، اللي تحصل. فهذا بسبب كثرة التكاليف، بسبب كثرة العوائق وكثرة التكاليف أصبح هنالك عضل لبعض النساء. أشنو عضل؟ الله عز وجل يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتم. نعم، العضل هو المنع، نعم، ومنه داء عضال، نعم، يعني مانع عن الحركة ربما، نعم، مانع عن داء عضال. عضل المرأة عن الزواج منعها من الزواج. المرأة بطبيعتها دكتور محمد بفطرتها تريد أن تقترن بالزوج، نعم، ولكن بسبب العادات والتقاليد فلاني دفعوا لها القد، ما راح أتكلم بالمصطلح بالضبط، يعني بالضبط هو هذا اللي يريد حقيقة. فلاني كتبوا له 20 مع مثقال مع 50 متأخر، فلاني عملت بفلان الزواج بنت عمة صارت هاكل، لازم هي تصير مثل بنت عمة، وبنت خالة عملوا الزواج بفلان قاعة، بالضبط، لازم هي أيضا، وعملوا لك كيكة 4 طوابق. بالتأكيد البنت لمن يتقدم لها الخاطب أو الزوج، الأم والأب يعني أصبح ما أريد أيس المجتمع أقول القليل يبحث عن إذا أتاكم من ترضون دينه، دينه وخلقه، نعم، فزوجوه. أحد الصحابة سئل قال لمن أزوج ابنتي؟ قال زوجها للتقي، نعم، فإن أحبها أكرمها، نعم، وإن بغضها لا يظلمها. جميل. اليوم البعض يعني للأسف أصبحت هذه الصورة، يقول لك لا الصلاة ما معيار. لا والله الصلاة معيار، الصلاة معيار، بس لربما بعض المصلين عكسوا صورة غير ذلك. بالتأكيد الإقبال إلى المسجد معيار، ولكن بعض المقبلين على المسجد عكسوا صورة غير ذلك. الخلق القويم والسمو بالأخلاق والقيم معيار، ولكن البعض عكسوا غير ذلك. هذا سينتج أسرة متوازنة، أكيد، أسرة حكيمة، أسرة الحمد لله تعلم كيف تتصرف في حياتها. اليوم في مجتمعنا موجود هذا الشيء بفضل الله عز وجل. نعم، لما تدخل عوائل، تدخل بيوت، تشوف أطفال يحفظون القرآن، يتعلمون أحكام الدين، تجد أن هناك اطمئنانا في هذا الجو الأسري. السبب الأول هو الاختيار الصحيح. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. بالتأكيد أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة أو مهورا. نعم، فمن العوائق اللي عاد تحصل هي كثرة
المهور أو الغلاء في المهور والزيادة الفاحشة، وهذا هم يرجع مثل ما قلت لك يرجع للعرف ويرجع للتقليد، المحاكاة الخاطئة بالضبط. المهر بحد ذاته هو واجب من واجبات الزواج. نعم. الله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني فريضة. نعم. والصدقات هي المهور التي تعطى لها. نعم. فهذا هو حق من حقوق المرأة، وواجب على الرجل أن يعطيه للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتم من حديد، حتى يدل على صدق الناكح والخاطب في هذا المشروع. دكتور هو وسيلة وليس غاية. بالتأكيد. هذا المهر عندما أخذه لابنتي لأختي لأكتب لأقاربي أو أطلب لبنتي، هذا وسيلة من وسائل إكمال العقد، وحتى دلالة على الصدق، إعطاء حق المرأة حتى يضمن حقها ما بعد ذلك. احنا ما نقول انه ما ياخذ كل شيء. بالتاكيد. مثل ما البعض ولا نزهد في قضية المهر. انا اقول البعض يعني يقول زوجها بما لديه، ازوجها بكتاب الله عز وجل. نعم. قدم كتاب الله لا اخي على عيننا وراسنا كتاب الله عز وجل. نعم. وفي قلوبنا وفي صدورنا وهو أكيد. الحافظ لنا. نعم. ولكن هذا حق البنت وحقيقة انا مع هذه يعني النظرة. يعني البعض ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المهر يعني المقدم والمؤخر كتاب الله عز وجل، كما قلتم كتاب الله يحكمنا، كتاب الله دستورنا، كتاب الله حياتنا. لكن هذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر ونظرة مقاصدية لها. المرأة اليوم ربما لا تصان حقوقها. يعني المرأة ربما لا يعطى لقضية الزواج يعني فتقيمة. ممكن أذكرها دكتور. بالتأكيد. بالتأكيد. يقول في أحد الدول الخليجية تقدم شاب لخطبة ابنة يعني صديق والده. نعم. الشركة. نعم. متحدة بيناتهم. نعم. فتقدم فذول بالشركة وهذا بالشركة، فقال ما كتب شيء. نعم. فكتب لها أعتقد دينار. نعم. فالدينار كان يجي بذاك الوقت بينه قطة بيبسي. نعم. قول البنت بعد ما تزوجنا جيبي لي ماي قطة البيبسي. سوي لي فلان شيء. يقول سبحان الله. بالبداية شعرت بأنه يمزح بس. نعم. بعدين لما زادت عن حدها عرفت بأنه هاي استهانة. نعم. زعلت راحت بيت أهلها، فلما قصت لأبوها القصة وحكت له كذا فخبروا قالوا جيب أبوك تعال. نعم. فكتب له في وقته مليون دينار، فرجعوا للبيت بعد ما صالحوا قال تعال يا معمل البسي. روح يا معمل البسي. بالتأكيد. بالتأكيد. ليش أنا أكتب لزوجتي؟ إذا نحتاج إلى عملية موازنة. نعم. ومراعاة لظروف الناس وأحوالهم. دكتور يعني اليوم نريد نقول ما هي هذه التكاليف اليوم الآن الخاطب أو الشاب لما يريد أن يفكر في الزواج، ما هي التكاليف وقائم التكاليف التي ستكون أمامه معروضة؟ هو أول للأسف يعني دكتور أصبحنا نحكم الأعراف والتقاليد وبيت فلان عملوا كذا وبيت فلان عملوا كذا، وإحنا لازم نعمل مثله. نعم. لربما الظرف اللي بينه فلان ما مثل الظرف اللي بينه بالتأكيد. فلان سواء كان من بنت أو من ولد. أنا برأيي المتواضع البسيط أترك المجال للزوجين بالاتفاق في ذلك، أن ينشئا حياة كريمة بغض النظر عن تفاصيلها. الآن دكتور ليلة حنة. نعم. نيشان بعد جلسة تصوير بعد الزواج. زف هاي كلها شيء غادلة، أكل شرب. نعم. كيك قاعة معازيم، ليش هالتبذير؟ الله عز وجل قال وكلوا واشربوا. نعم. ولا تسرف. نعم. هذا من الإسراف. يعني الآن دكتور واحد يسأل يقول يعني شلون أنا إذا أريد أفرح يعني ما أعمل هذه الأمور؟ لا دكتور إحنا ديننا ما يمنع. جميل. شرعنا ما يمنع، على العكس من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم سمع بأن هنالك فلان سيتزوج. نعم. فصار الليل صباح الصبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل بنو فلان. ما سمع لا رنة ولا دقة ولا دف ولا فلان. سبحان الله. قالوا تزوج يا رسول الله. قال هلا دعونا يعني خليج عين حتى نعوف ونشهد. حتى فيها يعني فيها قول له صلى الله عليه وسلم ولكن ما يحضرني. قال فيه أتيناكم فحيونا. نعم. أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. تمام. بالتأكيد. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يفرح لفرح المسلمين. بالتأكيد. ونحن كذلك نقول ولكن أعلن النكاح بالدف كما يقول عليه الصلاة والسلام. هذا ينراد له إنصاف. اليوم تبذير وبذخ ما طبيعي يعني. نعم. أصبح في هذه مسألة القاعات، أصبح في مسألة الأكل اللي يبقى ويبذر، أصبح في مسألة الـ إذن الشريعة لا تمنع من ذلك. لا خذ قاعة لكن لا تسرف.
خذ جلسة تصوير لكن لا تسرف. أنا دائما أذكر دكتور بأنه الشرع الحنيف جاء لا يوجد لا ليوجد مشكلة ولكن ليجد الحلول. والله هذه تحتاج إعادة جميلة جدا. يعني جاءت الشريعة لا لتجد مشكلة ولكن لتجد الحلول للمشاكل. وأيضا يعني أوافقك الرأي في هذا. لا عفوا أوافقكم دكتور. مقصد الشريعة هو وجود حلول للمشاكل اللي موجودة. من المشاكل اللي بين اليوم هي كثرة التفجير. نعم. في القاعات وفي الأعراس وفي وبالتالي أصبحت ترهق كاهل الشاب وربما يعني تمنعه وتحجبه عن قضية الزواج. حق أمرنا ولا تبذروا ولا نعم. تبذر تبذيرا إن المبذرين كان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لربما عائلة عدها عائلة ما عدها وحتى العائلة اللي عدها وجل رسالة طيبة من خلال هذا البرنامج الطيب. الله يحفظكم. أقول أن المال الذي لديك أنت محاسب عليه مرتين. من أين اكتسبته وفيما أنفقته. المسألة مو فقط من أين اكتسبته وفيما أنفقته حتى لما راح تنفق على هذه التكاليف الزائدة اللي هي عبارة عن وجهيات خلينا نسميها بالمصلاوي أتصير وجهيات حتى فلان يرضى وفلان يرضى وفلان يرضى. الولد يدين له 10 ملايين 15 مليون إمتى يوفيها صحيح الزواج صحيح حتى إذا كان موظف وحتى إذا كان عنده صحيح يدخل زواجه مطمئن يأمن مستقبل أولاده وتربيتهم كذا الذي فكر عشان يوفي الديون اللي صارت علينا. إذن تكاليف الزواج عائق كبير أمام الشباب. يعني نحاول من خلالكم من خلال هذه القناة الكريمة من خلال الرسائل التوعوية أن نثقف على التخفيف من تكاليف الزواج وإيجاد عملية إنصاف وموازنة وعدم تبذير في تكاليف الزواج حتى نشجع على الحاجة الفطرية للإنسان في أن يتفق وأن يتناسق مع الزواج. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى الشيخ الدكتور رائد هداف المولى على هذه اللطائف التي أبديتموها خلال هذه الدقائق السريعة مع جنابكم الكريم. لنا الشكر الكثير لكم لجنابكم لقناتكم الموقرة لبرنامجكم الطيب في استضافتنا في هذه الحلقة وصلى الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين وجزاكم الله خير. اللهم آمين. شكرا لكم دكتور. عليكم الله يحفظ. كيف نقلل من تكاليف الزواج؟ هذا العنوان يتصدر على تويتر ومغردون يقولون الحل بعدم الزواج. في عام 2018 تصدر هذا الموضوع على تويتر وهناك مغردين ومعلقين تنوعت إجاباتهم بين السخرية وبين حلول منوعة. أحد المغردين قال: خذوا الحكمة من أفواه المجربين. الأعراس البسيطة برضا وتفاهم بين الزوجين بها تناغم وحب وجمال أكثر. هنالك أعراس كانت خيالية وكأنها حفل سينمائي لكنها لم تستمر لأكثر من سنة. ومن جانب آخر تداول الكثير من المغردين بطريقة ساخرة حيث أنهم وجدوا بأن الحل الأمثل لهذه المشكلة هي عدم الزواج. فقال أحدهم: نلغي الزواج ومن الأساس لم يكن هناك مصاريف. وشارك أحدهم قائلا: الحل الأمثل لتقليل تكاليف الزواج هو عدم الزواج. خلونا نروح لضيفنا الكريم ونتحدث عن هذا الموضوع. حياكم الله مرة أخرى وأهلا ومرحبا بكم وضيفي الكريم لهذا اليوم الناشط المجتمعي الأستاذ أوس عبد الحليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أوس. أهلا وسهلا بك. حياك الله ونورتنا اليوم. الله يحفظك يسلمك إن شاء الله بنوركم. أستاذ أوس احنا اليوم موضوعنا عن تكاليف الزواج. اليوم القفص الذهبي مغلق أمام الكثير من الشباب. يعني اللي يفكر يخطي هاي الخطوة أول تفكير راح يفكر به هو التكاليف. هاي الفكرة اللي راح ممكن تكون تكاليفها باهظة يعني. فخلينا نتحدث اليوم نتساءل مع بعض كيف ينظر الشاب بهذا الوقت لهذه المسألة. بالضبط مثل ما تفضلت هو أصبح شبه مغلق أمام كثير من الشباب. لكن خلينا نجي بداية أنه نعرف حياة الشاب أو كيفية إدارة هذه الحياة. جميل. في ظل هذا المجتمع اللي يعاني صعوبة عمل صعوبة عيش قليل من الفرص والإمكانيات اللي متاحة داخل هذا المجتمع.
نتكلم عن مدينة الموصل بالتحديد. مدينة الموصل تعاني أصلا من شحة بالوظائف والأعمال المتاحة وكثير من التفاصيل الأخرى اللي تخص العمل. فالشاب أصلا يعني يعاني من عملية إيجاد فرصة عمل مبدئيا، فبالتالي هو بانتظار ثلاث تحديات أساسية، هو تحقيق أحلامه وطموحاته، وكذلك اختيار زوجة صالحة أو مناسبة كما هو مفكر أو مخطط له، والتحدي الثالث هو تكاليف الزواج. فنشوف انه اجى موضوع تكاليف الزواج، اذا يعني اجى يضاهي مساله تحدي اختيار الزوجه ومساله اكمال الحياه بتحقيق الاحلام والطموحات. فنشوف التكاليف اليوم تفرض من اهل الزوجه بمبالغ كبيره جدا، والتكاليف اصبحت باهظه، وحتى الاعراف والتقاليد تغيرت، فاصبح ضمن الاعراف وضمن التقاليد وجود قاعه، كميه معينه من الذهب، طريقه معينه من اللبس، مجموعه من الحفلات تسبق العرس وغيرها من التفاصيل الاخرى. بصراحه هي كلها ثقل على كاهل هذا الشاب. اليوم نشوف انه الشباب اصبحوا ثلاث انواع. النوع الاول هو عازف عن الزواج، النوع الثاني هو شخص طموح محاول عصامي أن يصنع من نفسه قادرا على الزواج، وهذا الأكثر معاناة. والثالث هو المعتمد على أهله أو المعتمد على بيئته أو عائلته يعني تمويله بعملية الزواج. فبكل الحالات هو إحنا صراحة كمجتمع متأثر جدا بهذه العملية. إذا كان عازف عن الزواج فنشوف أنه ارتفاع مستوى العنوسة وأثرها الكبير على المجتمع مثل ما تلاحظ حضرتك. بدنا نشوف اليوم ارتفاع بالضبط. بالإضافة إلى التكاليف اللي أصبحت شبه شاقة على الشاب، إذا حاول أنه يبحث عن فرصة عمل، نشوف اليوم أنه كل الإحصائيات تقول أنه أكثر من 50% من الشباب هم عاطلين عن العمل، سواء كان خريج أفنى حياته في عملية الدراسة، سواء كان شاب عامل في مجال معين. كذلك أنه نتكلم عن اللي أهله ميسورين أو قادرين على تمويله. اليوم نشوف مجتمع مدينة الموصل هو مجتمع يعتبر متوسط الحال كمعدل، وهناك طبقات أكيد، لكن نتكلم عن معدل هذا المجتمع، عن الأغلب. فبالتالي أنت تشوف أيضا أكو صعوبة أنه الأهل يمولون تعب سنين وتعب سنوات طويلة لغرض تمويل هذا الزواج اللي أصلا هو بداية لحياة جديدة قد يكون بها متاعب، قد يكون بها مشاق كثيرة، وقد ينمو عنها مثلا رزق وغيرها من التفاصيل. زين، هل تعد التكاليف اليوم عائقا امام الشباب؟ يعني اليوم انه هاي مثلا خلينا نقول انت تفضلت قبل شويه، قلت انه الشباب امام ثلاث تحديات. نعم. التحدي الثالث كان انه مثلا تكاليف الزواج. زين، اليوم اذا الشاب كان متخلص من التحديين الاوليين، نعم، لكن وبقى امام التحدي الثالث، نعم، راح يعني يخاف خلاص انه قدام التحدي الثالث؟ يعني هو اكو مثلا بالضبط، هو اكو يعني نوع، يعني خلينا نسميهم فئه من الشباب قادرين على ان يتحملون تكاليف الزواج. لكن احنا نتكلم بالمنظور العام او بالفئه الاكبر داخل المجتمع. اليوم اذا تكلمنا كشباب وكيف يعني ندارس الموضوع بيناتنا، لما شخص من عندنا يريد يتزوج او شاب من عندنا يريد يتزوج، يعني يكون التحدي او الكلام بهالطريقه بالضبط. يعني والله اشتري سياره ولا اتزوج، اروح اسافر ولا اتزوج. هذا وصل مرحله جمع المبلغ، يعني صار عنده المبلغ الكافي لانه يتخلص من هذا التحدي، لكن تبقى المقارنه انه المبلغ كبير جدا. فيحاول انه يلبي طموحاته واحلامه اللي كان ينتظر يحققها، فيشوف ان الزواج اصبح عائق امام تحقيق هاي الاحلام. فهو يبدا يختار بين تحقيق هذا الحلم مثلا السفر او السياره او شراء قطعه ارض او تطوير المشروع اللي يشتغل عليه وبين انه يتزوج. فاعتقد انه توصل المرحله بهالطريقه انه يكون اكو مقارنه بين عمليه الزواج وبين اكمال الحياه او الطموحات، اعتقد هاي مشكله. لكن احنا اللي نطمح لها هو انه يكون اكو تخفيف، اكو تيسير، اكو مساهمه، اكو مساعده من جانب الاهل، اهل الزوجه، وكذلك الميسورين، انه يحاولون قدر الامكان يخففون من اعباء الزواج، تقليل من المصاريف. طبعا هذا بالضبط اذا كان الشخص نشوفه بمستوى متوسط، فما من الطبيعي انه اطلب من عنده حياه رفاهيه مترفه. ويعني لنا في رسول الله اسوه حسنه، في صحابه رسول الله اسوه، وكذلك حتى في مجتمعات البقيه لنا اسوه، يعني في مصر، في سوريا، في كثير من البلدان اليوم الزواج اصبح يسير نوعا ما لمشاركه اهل الزوجه او تقليل الاعباء عن اهل الزوجه.
زين اليوم كمؤسسات مجتمع مدني هل يندرج تحت اهتمامكم، يعني بحكم عملك بمؤسسة المجتمع المدني يندرج تحت اهتمامكم مثل هاي الأمور؟ بصراحة قبل يعني قبل داعش وحتى قبل 2014 كان اكو كثير من المؤسسات الخيرية، كان اكو كثير من الجمعيات مهتمة بموضوع دعم الشباب لغرض الزواج، تزويج الشباب الجماعي، وحتى قبل 2003 قبل الاحتلال كان اكو بعض المبادرات، بعض الأنشطة اللي تخص مثل هكذا تفاصيل. بعد 2017 بعد عمليات التحرير اللي شهدتها مدينة الموصل أصبح الواقع صراحة أصعب، وصار الموضوع الزواج صار أصعب، وبنفس الوقت قل مستوى المبادرات بهذا الاتجاه بهذا الجانب. شهدنا ثلاث مبادرات أو أربعة في 2018 وكذلك في نهاية 2017، لكن اليوم نشوفها غائبة شبه معدومة خلينا نقول عن مؤسسات المجتمع المدني اللي هي دعم الشباب لغرض الزواج، او حتى يعني موضوع الجمعيات. قبل كنا نشوف موضوع الجمعيات، ممكن انه يعني تخلي منظمات المجتمع تخلي هذا الموضوع تحت اهتمامها مثلا اللي هو بعيد عن عملها واهدافها؟ لا بالتالي العمل المجتمعي ما يقتصر على دعم فئه دون فئه، وبالتالي طالما انه هذه مشكله مجتمعيه او ضرر مجتمعي فنحاول قدر الامكان انه نسلط الضوء عليها، وهي ضمن مسؤوليات المجتمع المدني، وكذلك هي ضمن مسؤوليات القطاع الخاص. لانه بعض المؤسسات او الجمعيات قادره على ان تمنح بالتقسيط، تمنح تخفيض، تبادر بشيء ما. يعني على سبيل المثال انا اتكلم لك، في السنوات الماضيه كنا نشوف مبادرات مثلا من فنادق وقاعات للمقبلين على الزواج، انه يسوون تخفيض بمبلغ معين، حتى على مستوى الفنادق اللي كانت موجوده داخل مدينه الموصل كانوا يعملون هذا التخفيض او يمنحون هديه. كذلك اليوم ايضا ننتظر الجمعيات واصحاب المصانع، النجارين وغيرها، انه يساهمون. هو المبلغ يعني بسيط لكن هذا مشجع، اما مؤسسات المجتمع المدني فيقع على عاتقها يعني صراحه انه تهتم بهذه المساله، تثقف بهذه المساله، وحتى ان اتجهنا بموضوع التوعيه وليس الدعم المباشر، توعيه للاهالي، توعيه للبنت نفسها، توعيه للزوج او المقبل على الزواج نفسه، بانه قادرين على انه نتمكن من اقناع المجتمع بانه ييسر ويخفض. مثل ما تشوف اليوم مؤسسه مثل مؤسستكم قناه الموصليه المحترمه مسلطه الضوء على هذا الموضوع، تسوق لهذا الموضوع حتى يتم التخفيف والاقناع. جميل. زين استاذ برايك يعني كيف نعالج هذه المشكله؟ يعني معالجتها بشكل جذري اعتقد موضوع به صعوبه بسبب اختلاف الاذواق، بسبب اختلاف الرؤى، بسبب اختلاف المجتمعات. يعني حتى المجتمع على المستوى العائلي افكر بطريقه يختلف عن تفكير اخي. صح. بعض الـ الاعمام الاخوال يفكرون بطريقه انه انا اضمن حياه بنتي، اضمن مستقبلها، والامهات كذلك، وهذا حق مشروع صراحه للجميع. لكن ممكن الاسهام في وضع مجموعه حلول، اللي هو عن طريق انه نوعي ونثقف بعمليه التقليل من التكاليف، تقليل من الاعباء، والاقتصار على الموضوع الاساسي اللي هو عمليه الزواج فعليا، اذا كان الشخص غير ميسور او غير قادر على الانفاق على كل التفاصيل اللي تتم طلبها منه. شكرا جزيلا جنابك استاذ اوس، حقيقة احنا سعيدين بتواجدك معنا. بالختام كلمة يعني تحب توجهها اليوم للشاب، تحب توجهها لأولياء الأمور؟ والله بالتالي عملية الزواج يعني بشكل عام هي عملية شراكة بين زوج وزوجة، تعتمد بالأساس على نظرة الشراكة أو حب الشراكة. فإذا كانت منطلقة من هذا المبدأ راح نشوف أنه يكون أكو زواج ناجح. وبالتالي وصيتي لكل الأهالي أن يخففوا من الأعباء على كاهل الشباب، مثل ما نشوف اليوم أكو شاب بالبيت نفسه، أكو بنت بالبيت، فلما يجي هذا الشاب يتقدم يعني لازم تخلي نفسك مكان هذا الشاب، لأنه بالتالي ابنك أيضا راح يطلب الزواج. فالتخفيف من هذا الكاهل وعلى عبء هذا الشباب يكون صراحة أمر جيد. شكرا جزيلا. شكرا لكم على تسليط الضوء لهذا الموضوع، صراحة موضوع مهم ومجتمعي. شكرا. إذن تكاليف الزواج أصبحت عائقا
أمام الإقبال من قبل الشباب على هذا المشروع الحياتي. لذلك في هذه الحلقة حاولنا أن نقدم بعض الحلول التي يمكن أن نثقف عليها الأوساط المجتمعية كي نتجاوز قضية تكاليف الزواج وتأثيراتها السلبية على المجتمع. في هذه الحلقة حوارات ومناقشات ومثاقفات حول هذا الموضوع، حاولنا أن نسلط الضوء على ذلك. شكراً لكم على حسن المشاهدة، ونلقاكم دائماً على خير، وإلى اللقاء.